النهارده كمان هنتكلم ازاي ناخد هدنه من المشاكل، اللي هو عارفين كده المخرج لما بيقول ايه فركش ويعمل كده والفيلم خلص خلاص السينما. ايوه احنا محتاجين فركش من كل الوش والصراعات الداخليه والحاجات اللي في دماغنا. وانا متخانقه مع جوزي اهدي الامور ازاي؟ انا متخانقه مع حماتي واخوات جوزي اهدي الامور ازاي؟ طب انا على مشكله مع والدتي ولا اخواتي؟ شوية هدوء، وعايزين نستقبل كده الشهر ده بنفس راضية وبنفس سامحة. وازاي اعدي حتى، لان طبعا رمضان والصيام وكل المشاكل اللي احنا بنشوفها في رمضان دي. فتعالوا النهاردة كده اكننا قاعدين كده مع بعض كده في الليفنج كده، واقولك ازاي نظبط المشتريات والطلبات في الاول. انا عارفة ان انتوا طالبين مننا اظبط ازاي الميزانية، وفي نفس الوقت مهم جداً أضبط نفسيتي إزاي وأدخل شهر رمضان وأنا هادية من غير مشاكل مع جوزي ولا أهل جوزي ولا أهلي ولا ناسي ولا أخواتي. مهم جدا. في حاجات ساعات بتبقى بسيطة، مشكلة بسيطة بيني وبين أختي أو بين أخويا أو بيني وبين جوزي، بس بتبقى أنا شايلاها جوايا، بتبقى صعبانة عليا نفسي. يجي شهر رمضان أبقى عايزة أكلمها أقول لها حقك عليا بس كرامتي. إحنا هنعمل ده النهاردة، إزاي نصالح حبايبنا من غير ما يبقى فيه كرامة وعزة نفس، تمام؟ وعشان ازاي نستعد نفسيا ومعنويا وازاي نقدر نتعامل بشكل هادي وجميل في شهر رمضان، معانا النهارده الاستاذه رضوى فتحي استشاري الاسري والسلوكي. لكن قبل ما نروح لضيفتي في الاستوديو، معانا زي ما احنا متعودين في بدايه كل حلقه بيكون معانا تقرير عن فكره ايجابيه. حاجه انا بشوفها حاله ملهمه بتغير حاجه في حياتنا. التقرير اللي هنشوفه ده دلوقتي عن مشروع تخرج، هو مشروع تخرج فكر فيه 4 بنات من طلاب كلية الإعلام، وهي حملة توعوية يعني توعية بعنوان ابن قلبي. الهدف منها تقديم المعلومات الصح عن مفهوم الكفالة. تعالوا نشوف الأول التقرير ده ونتعرف أكتر على الحملة وإيه مضمونها، والبنات دول بقى فكروا إزاي. مع برضو البنات دي الجيل كل يوم بيبقى فيه فكر جديد وطاقة جديدة، احنا بنتعلم منهم والله كل يوم. تعالوا نتفرج على البنات الأمارات دول عملوا ايه في الحملة دي والفكرة دي عبارة عن ايه، ونرجع بقى في الاستوديو نستقبل ضيفتنا معانا. احنا الحملة بتاعتنا اسمها حملة ابن قلبي، هي حملة توعية هدفها ان احنا نوعي الناس اكتر عن كفالة الاطفال الايتام في البيت. احنا ده مشروع تخرجنا، احنا 4 بنات من كلية اعلام جامعة MSA، بنحاول ان احنا نوعي الناس اكتر عن الكفالة عشان الناس متخيلة ان هي عندها معلومات كفاية، بس للاسف في حاجات كتير هم عارفينها غلط وفي تجديدات كتيرة بتحصل في القوانين الناس مش عارفاها، فاحنا عايزين نعرف الناس اكتر عنها. احنا عاملين حملة ان سوشيال ميديا دلوقتي، عندنا فيسبوك بيج وانستجرام بيج، بننزل كل يوم معلومات جديدة للناس. برضو احنا بنصور اعلانات وبنصور مع حالات حقيقية، اهالي كفلة ناس كفلة اطفال، عشان نوريهم قصص ونماذج حقيقية لناس خدت القرار ده والحياة معاهم كويسة، ايه التحديات اللي قابلوها وازاي واجهوها وازاي وهم عايزين الناس تساعدهم ازاي عشان هم الموضوع يبقى اسهل للناس الجاية اللي هتاخد الخطوة. وبنصحح بقى المعلومات الغلط اللي الناس ممكن تكون عارفاها، يعني مثلا الناس بتخلط كتير قوي ما بين الكفاله والتبني، فاحنا بنصحح المعلومه دي ان هو الكفاله مختلفه عن التبني، عشان التبني بتنسب الطفل ليك بالكامل، انما الكفاله لا، مش بتخلط الانساب، ان بياخد جزء من الاسم او لقب العيله. في نفس الوقت في التبني بيبقى من حق الطفل ان هو يورث، بس في الكفاله بيبقى من حقه الهبه او الوصيه. فاحنا بنحاول نصحح المفاهيم دي اللي ممكن تكون بتعيق ناس او بتوقفهم عن انهم ياخدوا خطوه الكفاله. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا عشان هيفيد ناس كتير قوي، وفي ناس كتير قوي عندهم افكار غلط عن الكفاله، احنا عايزين نصلحها وعايزين نقول للناس عن المعلومات الجديده اللي هم ما يعرفوهاش، زي مثلا ان الكفاله بقى ممكن حد يرجستر اونلاين ان هو يقدم يرجستر اونلاين ان هو يكفل طفل، وفي باريرز الناس كانت فاكراها، يعني حاجات الناس كانت فاكراها باريرز لانها حل، زي اللي هو ازاي الطفل هيعيش معايا، احنا لقينا له حل اللي هو السعوديه عملته ان هو ممكن الام تبرست فيد الطفل فيبقى ابنها بالرضاعه فيبقى عادي ان هو يعيش معاها.
فاحنا بنحاول نلاقي حلول للناس ونحاول نخليهم يفهموا الكفالة اكتر. احنا كلنا يعني اشتغلنا مع بعض في كل حاجة، يعني تقسم علينا، يعني كل واحدة كانت ماسكة مثلا حاجة معينة بتشتغل فيها، وكلنا بنراجع مع بعض في الآخر الشغل مع بعض. يعني مفيش اللي هو يعني مثلا بنجيب credible sources، يعني احنا جبنا اكتر من 100 credible source، والكتاب بتاعنا اصلا اكتر من 450 صفحة. عملنا survey وزعناه على الناس عشان نشوف الناس شايفة الكفالة ازاي، وعملنا اسئلة وهما يردوا عليها. دلوقتي احنا مفروض كل اسبوع بننزل على الاكاونتس بتاعتنا على يعني السوشيال ميديا، بننزل بقى حاجات مختلفة كل اسبوع، نعمل انترفيوز مع ناس يعني كفلة اطفال وكده، وبرضو وبقى ماجازينز وفي التي في وكده. هنعمل كمان بي ار اكتيفيتي، زي مثلا يوم 1/4 ده يوم اليتيم، هنروح دار ايتام وهنجيب لهم حاجات بقى ونقعد نلعب مع الاطفال شويه وكده. وكمان هيبقى في سبونسرز بقى كتير عشان هو يعني يساعدونا بقى ويشجعوا الناس، يعني سبونسرز ناس معروفه. وكمان هنعمل كولابوريشنز مع سيلبريتيز وناس معروفه وكده، وهنعمل اعلانات بقى في التلفزيون وفي كذا حاجه يعني. مهم جدا واحنا بنتكلم على التجهيزات المادية لرمضان يكون معانا حد متخصص يكلمنا ازاي نستعد لرمضان. الاستعداد بقى بكل اشكاله، ماديا واجتماعيا ونفسيا. عشان كده يكون معانا على التليفون دلوقتي الدكتور رأفت يوسف، استاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية. اتفضل يا دكتور. مساء الفل يا فندم. شكرا يا فندم، زي حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى الشعب المصري كله. وحضرتك طيب. يعني احنا بقى عايزين نستغل حضرتك في اهم سؤال، ازاي انا كست ادير او احط استراتيجيه زي استراتيجيه الحروب كده، لان دي بتبقى حرب داخليه في البيت، ازاي احط استراتيجيه اداره ميزانيه شهر رمضان، المشتريات والحاجات كلها اللي بيحصل عليها المشاكل دي؟ طيب هو يعني الحاجه المهمه جدا لازم نبتدي بيها الناس تفهم او نغير ثقافه الناس تجاه رمضان. ليه دايما الناس شايفه رمضان شهر استهلاكي وهو ده شهر صيام؟ والصيام معناه تصوف، معناه تقشف، معناه اعتدال. فهو اول حاجه احنا لازم نغير فكر الناس نفسه تجاه رمضان. ليه السلع الاستهلاكيه اكتر شهر بتخلص فيه رمضان؟ وده مش منطقي، ده المفروض يبقى اقل شهر استهلاكا للسلع هو شهر رمضان. ليه؟ ده طبعنا، ده طبعنا يا دكتور. احنا دلوقتي كل ستات مصر قاعدين بيكتبوا الليسته بتاعت الناس في الاول. الحاجه الثانيه نتكلم بقى على فكره التدبير. لما حضرتك تشوفي دايما، طبعا نتكلم على شهر الام، نقول كل السيده مصريه كل سنه وهي طيبه. لما نشوف اشهر السيدات في العالم قدرة على التوفير، هم الستات اليابانيات. لما نيجي نشوف في اليابان مثلا عندهم تكنيك لطيف جدا بيعملوه سيدات هناك اسمه الأظرف الخمسة. إيه الأظرف الخمسة؟ هو مثلا أنا مع حضرتك بس حاجة يعني أكتر ست موفرة في العالم هي الست اليابانية، دي حقيقة. عندهم سياسة اسمها الأظرف الخمسة، صح كده؟ احنا بقى نعرف الأظرف الخمسه دي كل ظرف فيه. قول لي. لا هو احنا بنقسم المرتب فيه، يعني مثلا دلوقتي دخل حضرتك 1000 جنيه وانت عندك 4 اسابيع، فانت هتاخدي كل اسبوع كل ظرف هتحط فيه 200 جنيه، طب والظرف الخامس هحط برضه فيه 200 جنيه، طب ليه؟ عشان الطوارئ. يبقى الظرف الاول للاسبوع الاول، والظرف الثاني اللي هو فيه 200 جنيه للاسبوع الثاني، والثالث للثالث، والرابع للرابع، والخامس للطوارئ. طيب حضرتك الظرف الاولاني اللي هو فيه 200 جنيه بتاع الاسبوع الاول صرفتيه كله، خلاص زي الفل. الظرف الثاني بتاع الاسبوع الثاني صرفت منه 180 وبقى 20 جنيه اخدها احطها في الظرف الثاني، صرفت كله برضه، وهكذا. طب تمام. يعني حضرتك نفسه؟ يعني حضرتك بتقول لي انا كست اعمل المرتب الشهر اسبوع باسبوع، يعني كل اسبوع بظرف تقسميه على 5 اسابيع وتخلي 4 اظرف للاربع اسابيع، 4 اسابيع، والظرف الخامس للطوارئ، والظرف الخامس اللي هو اصلا الشهر 4 اسابيع، لكن نخلي الخامس ده للطوارئ. نفترض مثلا حد تعب من العيله وانا ما عنديش فلوس مظبطها، طب انا كده هروح في داهيه. يبقى انا محتاج ان انا ولو اي زياده حصلت من الاربع اسابيع، من الاربع اظرف بتاع الاربع اسابيع، اخدها واحطها في الظرف الخامس. فدي طريقه
علميه وبنسميها فيها نوع من التخطيط، لكن اللي بيحصل احيانا عشوائيه، حد بتحط الفلوس في الدرج كل شويه تحط ايدك تاخدي فلوس بالزبط. تيجي في نص الشهر تلاقي مفيش فلوس تانية بالظبط. طب انا عايزه افهم بقى، يعني لسه بقول لسه بنصح الستات والله، يعني انا مش ضد الرجاله، لسه بقول لهم حرام عليكم، الراجل ميزانيته شغله يعني مرتبه هو هو، ما بيجيش في رمضان فجاه يتضخم لوحده المرتب، فيعني فطبعا المرتب بتاع رمضان بتاع الراجل يعيني اللي كل شهر بيصرف ورايح جاي هو هو. طب ازاي بقى انا اوظف بقى شهر رمضان بقى بالياميش والطلبات دي كلها، اعمل ايه؟ هل ما اجيبش الياميش كله على بعضه؟ هل اجيب الحاجات مثلا بالاسبوع؟ يعني انت تنصحنا بايه يا دكتور؟ هو طبعا في طريقتين عكس بعض للاسف، يعني في طريقه انه طبعا انا لما بروح اشتري بكميه كبيره من مكان، وخصوصا لو مكان جمله سعرها اقل، فممكن اشوف انا مثلا واحد اثنين ثلاثه من قرايبي، فلما نيجي نشتري هنشتري كميه اكبر، او لو احنا استهلكنا قليل اساسا يبقى نشتري اسبوع باسبوع، الاسبوع الاولين الكميه اللي موجوده خلصت نبقى نجيب تاني، كملت معانا، لان احنا بنزعل جدا وخصوصا في احنا في ازمه عالميه دلوقتي، نحتاج ترمي اي حاجه في سله المهملات. ليه؟ لان في الاخر ده نعمه. طب اللي بيوفر معانا اكتر يا دكتور، ندفع كاش ولا فيزا؟ يعني موضوع الفيزا ده، انا اقول لحك على حاجه، فكره الفيزا هي كارثه بكل المقاييس. دي كارثه. ليه؟ كارثه طبعا، لان والله حضرتك نفسي يمنعوها خالص، ما عندكيش رصيد. ما عندكيش رصيد، فاللي بيحصل ان حضرتك تكتشفي بعد كده انه انت بتصرفي، وبعدين لما تيجي تسددي الفيزا مش معايا اللي يسدد الفيزا. لا انت عارف يا دكتور، يعني انا لما لو معايا فلوس في جيبي، يعني انا كست اهو بكلم بصراحه والله، يعني انا ممكن يبقى معايا فلوس في جيبي كاش، انا اما اجي اشتري حاجه اروح مطلعه الفيزا، قال يعني خباسه مني، انا بتخبس على نفسي، قال ايه مطلعه الفيزا واروح محاسبه بيها عشان ما بحسش بالفلوس وهي بتدفع، لكن هي فلوسي برضو اللي بتدفع وبتخلص في الاخر، لكن هو الاحساس النفسي ده ان انا ما بطلعش الفلوس شايفاها بعيني وهي بتدفع. فهل بتنصح الناس يعني انا لو معايا فلوس بس من غير فيزا، يعني انا لو معيش فيزا هضطر ابقى باخد بالي وانا بصرف، لان الفلوس بتوجعنا برضو واحنا بنطلعها وبنصرفها غير الفيزا، ما بنحسش بيها، تحس كده حاجه يعني حاجه شيطانيه الفيزا دي. ده حقيقي، عشان كده هي بتخلي حضرتك تشعري بالثقه وتصرفي، وبعدين تكتشفي في الاخر انه انت بتصرفي وعلى المكشوف زي ما بيقول حضرتك. احنا زمان قبل الفيزا كنا بنعمل ايه؟ كنا بننزل اشوف تجيبي ايه قبل ما ادخل اطلب حاجه، لكن دلوقتي حضرتك بتطلبي وانت مطمنه عشان الليمت بتاعك يغطي لك القصه بشكل او باخر. يعني زمان انا معايا المرتب فعلى قده والفلوس في جيبي، وبرده ايه ما بقولك الفلوس ليها طابع، يعني الفلوس الحقيقيه الورقيه دي لما بتبقى في ايد الواحده فعلا بتبقى خايفه وهي بتصرف، اللي هو ايه ده خلاص فاضل 100 جنيه فاضل 200 جنيه، لكن الفيزا دي اختراع يلا الحمد لله، حتى مرتبات الستات رايحه كلها بسبب الفيزا، الراجل لما بيجي يجيب طلبات بيدي الفيزا لمراته، فيجي فجاه يا عيني يتخض يقول لها انت صرفتي المرتب كله، تقول ايه ده ما حسيتش اصل انا كنت بسحب بالفيزا. فهي الفيزا دي اختراع، انا بنصح مع حضرتك الستات خلي الفلوس فلوس، يعني بلاش الفيزا طول الوقت. طيب في ستات بتحب تخزن اكل في رمضان، اخر سؤال بقى يا دكتور، يعني هل انا المفروض اروح اجيب الحاجات جمله، وخصوصا السوبر ماركت الكبيره بتغرينا يا دكتور، بتغريني انا كست لما تبقى عامله لي اوفر خدي اتنين، ولو اشتريتي اتنين واحده، لو اشتريتي ما اعرفش فوق ال 2000 جنيه هديكي خصم 20% على الطلبات التانيه، يعني بيتفننوا دلوقتي كل السوبر ماركت ان هو يغري اللي بيشتري، فهل انزل اجيب حاجات رمضان بالشهر جمله كده واخزنها، ولا حضرتك تنصحني بايه؟ يعني برضو اسبوع باسبوع. في حاله واحده بس لحضرتك، متاكده انك هتستخدمي كل الكلام ده، لان في بعض الناس احيانا بيبقى الاوفر هو المغري ليهم، وبعد ما ياخدوا الحاجه دي يكتشفوا ان هم ما استخدموش غير نصها، وبعد كده لما الجزء البيض يبوظ او يترمي يبقى هم كده دفعوا اكتر من اللي كانوا هيدفعوا. فانا لو متاكده ان الصنف ده بيستخدم سواء في رمضان او بعد رمضان فما فيش مشكله ان انا اجيب جمله عشان اجيب كميه ويبقى ارخص عليا. لكن اجيب جمله يعني وبعدين كلنا انا عندي حاجات رمضان من رمضان اللي فات لغايه دلوقتي حاجات كتير قوي محطوطه. هي دي الفكره. يعني في الكميه اللي انت اللي هو حاططها لك في الجمله، هل هو ده استهلاكك ولا اكتر من استهلاكك؟ لو اكتر من استهلاكك يا اما ما تشتريهوش وتشتري كميه اقل بسعر اغلى، يا اما تشوفي حد تاني تشتروا مع بعض وتقسموا الكميه مع بعض. بشكر حضرتك جدا دكتور رأفت يوسف، استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه، نورتنا يا دكتور، ميرسي جدا يا فندم على كلامك القيم ده. شكرا يا دكتور. مشاهدينا احنا هنروح نستقبل ضيفتنا في الاستوديو، خليكم معانا ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وبرحب بضيفتي اللي منورانا في الاستوديو الاستاذه رضوى فتحي استشاري اسري وسلوكي، عشان نعرف منها ازاي نستعد لرمضان ماديا
ومعنويا. اخبارك ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي، وحشتينا والله دايما كده بنورانا في يحكى انت حبيبتي. ربنا يخليك. بصي انا بتخانق بقالي فتره، ها ما سمعتش بس قولي يعني بقى. من بدايه الحلقه كده وانا عماله الستات حبايبنا حبايب قلبي روحي، بس المره دي جايه عليهم شويه، اللي هو ايه خلي بالكوا بقى، يعني حرام الرجاله مرتبها يروح فين فين. ما انا لما يجي لي جوزي في لستة رمضان يجي له جلطه الراجل يروح فيها قبل رمضان، ادخل رمضان ارمله انا ولا اعمل ايه؟ يعني بنصحهم لعل وعسى عشان مصلحتهم. الراجل ضغطه يعلى سكره يعلى، ما تلاقيش الراجل في البيت في 3 دقايق. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف نستعد ازاي بقى، يعني ماديا ونفسيا. تبتدي الاول بالفلوس ولا بالمعنويات؟ نبتدي ماديا. نبتدي ماديا. نبتدي ماديا الاول. طيب طبعا كل اسره بيهمها تعرف ايه الميزانيه اللي هتعملها لرمضان. يعني الميزانيه دي بتبقى يعني حمل تقيل جدا على رب الاسره، ان هو حاسس ان هو داخل على ازمه كبيره جدا في رمضان، مشتريات وعزومات وحاجات كتير قوي. فاول حاجه انا لازم اقسم الميزانيه بتاعتي لثلاثه، حاجه خاصه بالمشتريات الاساسيه او الحاجات اللي انا لازم انزل اشتريها، زي هشتري قد كده لحمه، هشتري قد كده فراخ، رز، الحاجات الاساسيه اللي انا هشتريها. وجزء تاني انا هسميه الجزء الخاص بالعزومات. انا عامله بادجت او عامله ميزانيه معينه للعزومات قد كده، مش هعديها عشان ابقى فاهمه انا ميزانيتي رايحه فين وجايه منين. وفي جزء ثالث بقى انا هسيبه ده على جنب، هنسميه الصدقات او الزكاه او الحاجات اللي هنطلعها زيادات في كل بيت. طب بص، كل هو يوم. الدكتور رفعت في بدايه الحلقه قال لنا نعمل ظرف كل اسبوع. رائع، ماشي. 4 تظرف والظرف الخامس ده اللي هو للطوارئ. طب دلوقتي انت بتقولي دلوقتي ابتدي احط الاساسيات، الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه بالزبط. هل كل ظرف فيه اساسياته بتاعه الاسبوع ولا انت ليكي وجهه نظر تانية خالص؟ لا انا ليا وجهه نظر، مش ليا وجهه نظر تانية ولا حاجه، هو كلامه صح جدا. هو عاده احنا بنقسم اي فلوس مفروض تيجي لنا بنقسمها لثلاث حاجات اساسيات، اوكي، والاساسيات دي ممكن يشمل فيها العزومات، وجزء تاني خاص بالصدقات او بالهدايا او الهبات، وممكن نعمل جزء خاص بالاحتياطي اللي هو الجزء الاحتياطي ده اللي هنشيله على جنب ان كيس احنا اتزنقنا او حاجه. يعني الاحتياطي ده احنا عندنا كمصريين ما بيحصلش، ما بنشوفوش اصلا. يعني حته الاحتياطي وحته الطوارئ كمان ما بنشوفوش برضه. انا لو انا هدخل رمضان من غير ما انا حاطه ميزانيه للعزومات او ميزانيه للمشتريات، الموضوع هيفتح مني ده. وفي ناس بتطلع من رمضان مديونه نتيجه انها تلفت علشان تعمل عزومه واخدت دين ودخلت في جمعيه علشان تقضي بس مصاريف رمضان. لا ويستلف ويبوظ الميزانيه كلها عشان يعمل عزومه لمعرفش مين في رمضان. طب ايه انا كده المعنى دي بقى مش الاساسيات خالص. دي بقى العشوائيه اللي انا بتكلم دي العشوائيه اللي انت بتقولي عليها. لكن احنا لازم نبقى، عشان كده لازم نقسم في رمضان بالذات، هنحط جزء اسمه العزومات علشان انا ابقى عارفه انا ابني عايز يعزم صحابه وجوزي عايز يعزم صحابه وعندنا عزومه اهلنا وعزومه صحابنا المشتركين. فهتلاقي الموضوع هيفتح منك. وفي النص عزومه انت ما كنتيش واخده بالك منها عايزه ترديها. والله الراجل طيوبة وحنين وغلبان. لو على الراجل انت بتقولي لسه اصحاب الراجل، لو على الراجل هيفطر في مائدة الرحمن اللي جنب البيت من كتر الليستة اللي بتدخل عليه دي. هم سهلين. هو ليه بتعملي فيا كده؟ تقول له مامتك، ما انا هعزم حماتي واجيب يا ستي ما تعزميني، وبعدين امي هتاكل 10 جواز فراخ على حمام على بط، امي هتاكل، دي عندها السكر. دي هنيجي لها في نوعيه العزومات. هو انا المفروض احط ايه على مائده العزومه او يعني اتيكيت العزومه نفسه؟ ده ليه اتيكيت وليه تفاصيل، هحط ايه والاكل ايه؟ بس خليني اخلص الاول الجزء المعنوي بقى اللي هو كان الجزء الثاني من السؤال، ماديا ومعنويا. لا احنا هنقف عند ماديا لسه. ماديا طب لا لا هنقف عند ماديا الاول، حرام يعني انا النهارده جايه دافع على الرجاله والله. طيب يبقى مبدئيا بنتكلم على الاساسيات وبنتكلم على الاولويات وبنتكلم على الحاجات اللي العشوائيه اللي فينا اللي بتخلينا نصرف فلوس كتير جدا ملهاش اي ثلاثه لازم. دي حقيقه وانا بعمل زيكم، وجايه النهارده ان انا هبطل العاده السيئه دي ان احنا نصرف ببعزقه وعشوائيه. نروح للشارع ونشوف راي الناس ايه، ونرجع بقى نتكلم في الحتة المعنوية الجميلة دي، بس هنقفل المادية الأول. يلا بينا.
والله الناس كلها بتنزل الاسواق الفتره دي لان احتياجاتها في شهر رمضان الكريم. انت عارف كل اسره، لو كل اسره مثلا فيها 2 أو 3 أو 4 على حسب العدد الموجود فيه، بيبداوا يستعدوا، بينزلوا يجهزوا كل حاجه، يعني من اكل وشرب وزيت وسكر. الصرف بيزيد في مصر، اعتقد ان احنا عندنا بسبب ان احنا عادات ان احنا بنجيب حاجات كتير ممكن ما يكونش ليها لازمه كمان، وخصوصا في رمضان يعني بنجيب الحاجات دي كتير. والله دي عاده من زمان صراحه، لكن ما هو نفس الاكل وهم نفس الوجبتين اللي بناكلهم، يعني هي دي عاده. الشعب المصري شعب كريم، فطبعا بيتوقع ان حد هيجي له في رمضان وكده، فبيحاول يجهز نفسه. والامهات المصريين امهات بيوت، فبيحبوا يعني يبقى عندها الرز وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا. هو احنا كشعب مصري اتعودنا ان لما بنفرح قوي بناكل كتير، يعني لو تاخد بالك الافراح والحاجات المناسبات السعيده اللي عنده حد بينجح حد مش عارف ايه تبقى فيها استهلاك اكل كتير. فطبعا كل اخواتنا المسلمين واحنا معاهم بنفرح برمضان كل سنه وكل الناس طيبين، فطبيعي ان ده يبقى الاتيتيود او ده الطبيعه بتاعت الشعب المصري. بتجيب الحاجات اللي هي بيجيبها اي اسره في رمضان، اللي هو يا مش رمضان والبلح والحاجات دي، واللي هو بتجيب طبعا مخزون الخضار والفراخ واللحوم. الناس بتعزم كل يوم اللي بيبقى معزوم عند مامته وحماته والكلام ده، بس هي دي الفكره. لكن انا بعتبره كاكل لا زي بقيه الشهور عادي. والله مش تحت شرط العزومات، يعني انت منك صايم فلازم بتجيب حاجه تاكلها كويسه، يعني اكل كويس، لحمه، فراخ، الكلام ده. العزومات رقم واحد، تمام. 2 بيبقى داخل عليك العيد، ماشي، فبرضه بتضطر ان انت بتجهز لبس العيد للاولاد او الكلام ده، فبتتجمع المصاريف كلها مع بعضها، ماشي. فده بس بيحسس الواحد بالمصاريف اكتر في شهر رمضان. يعني هو مش كل الاستلزامات بنجيبها، يعني الحاجات الأساسية ممكن زي البلح، تمام، اللي هي استهلاكها يومي، ممكن مثلا زي عين الجمل. شهر مفضل طبعا، وحضرتك بتصرف فيه يعني وكده، وحلويات طبعا وأكل وكده. والله ما صرفت حاجة، والله ما استعديت بأي حاجة خالص، لأن هو يوم بيوم. المفروض كل سنة وانتم طيبين، يعني هو مش شهر الأكل، هو شهر عباده. وانا حاليا لسه ما جبتش، بس هنزل اجيب ان شاء الله عشان الاهل والاسره وكده. والله هي الحاجه هي اللي بتصرف، الحاجه زوجتي هي اللي بتصرف. في حاجات زي مثلا قمر الدين والحاجات دي اللي انا ما بحبهاش اصلا، فاعتقد ان هي مالهاش لازمه. في رمضان بناكل وجبه واحده المفروض في الفطار وفي السحور، يعني المفروض الناس تشتكي اكتر في الايام العاديه، يعني بيبقى في فطار وغدا وعشاء. احنا في رمضان بناكل هي وجبتين، الفطار والسحور. يا مش رمضان والله بيقعد في الثلاجه للسنه الجايه، وبنجيب كميه صغيره وبيقعد للسنه الجايه. يا ميش رمضان والكلام ده كله انا ما بستخدموش، يعني بلح، تمر، كاسوبيا، الحاجات دي كده عادي، لكن الحاجات التانيه دي لا، بصراحه انا بالنسبه لي ما بستخدمهاش. بننزل فعلا الاسواق بالله موجود، طب اجيبها واحطها ليه؟ ولو حاجه باظت يبقى هدر، يبقى اسمه ايه؟ وبعدين علمونا اهلي احنا الناس الكبار التدبير عليه نص المعيشه. انت عارفه المشكله ان انا يعني ايه، الناس متعوده عليا ان انا ما بتكلمش كلام متزوق، يعني انا بتكلم زي كل الستات، مش عشان انا مذيعه فاكيد انا ما بنزلش بالورقه والقلم واعمل الحاجات اللي بقولها، بس لا، انا بنتكلم في الصح، لازم نقول للناس الصح تعملوا ايه الصح. فانا معاكم السنه دي، لان انا بعترف اهو، انا امام مختار بعترف ان انا عشوائيه زيكم، كنت السنين اللي فاتت كلها. انا حقيقي بفتح الثلاجه عندي بلاقي حاجات من السنه اللي فاتت رمضان، كم قمر الدين وكم مكسرات، لان انا ما بعملش حلويات كتير. وبرده دي نقطه، الست اللي ما بتعملش حلويات اصلا في البيت بتشتريهم ليه؟ بتشتريهم ليه؟ يعني بتشتري كم المكسرات دي ليه؟ يعني بجد حقيقيه زي ما انت قلتي، انت حقيقيه قوي يا ايمان، لانه فعلا انت لفتي نظري. احنا كل واحد فينا لو فتح الثلاجه هيلاقي قراصيا ومش مشيه من بتوع السنه اللي فاتت، وكيس فيه جوز هند من بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، وجوز هند اللي انا ما باكلوش بشتريه ليه؟ انا ما باكلش الجوز هند ولا الزبيب، انا بنزل اشتريه عشان لازم ده اشتريه في رمضان. كلمه لازم، احنا لو شلنا من حياتنا ايمان كلمه لازم، حاجات كتير جدا هتفرق. انا لازم اشتري، طب ليه قراصيا؟ انت ما بتاكليش قراصيا. بس انا لازم اشتري قراصيا علشان لما يجي لنا ضيف لازم يلاقي قراصيا. فاحنا لو شلنا كلمه لازم من حياتنا حاجات كتير جدا هتتحل. خلينا نقول مش لازم،
يعني احنا دلوقتي هم ماسكين مش لازم ايه بقى يلا نقوله مع بعض طيب. مش لازم ان انا اشتري كل حاجه بتاعه الشهر كله في اول يوم واعمل الحاجات البهاريز. انا احب التفاصيل انا ايمان بموت في التفاصيل. يعني مش لازم يا هانم تشتري جوز هند وانت ما بتحبوش ولا حد من عيالك بيحبه. مش لازم انزل اشتري العزومه كلها الحاجات كلها اول رمضان. ما انا ممكن انزل اشتري يوم 10 رمضان ويوم 5 رمضان والحاجات ما هي متوفره في السوق. ايه اللي يخليني لازم اشتري كل حاجه في بدايه رمضان؟ مش لازم في عزومه اول يوم يبقى فيه ايه في الترابيزه؟ مش لازم يبقى فيه بط وجنب البط فراخ وجنب الفراخ فيه حمام وديك رومي. مش لازم الحاجات دي كلها. ممكن بسهوله جدا ان انا اسال الشخص اللي انا هعزمه بتحب تاكل ايه، ميولك ايه، تفضيلاتك ايه، لحمه ولا فراخ. لان انا ممكن اعمل عزومه رهيبه سمك وسلمون وي. وفي الاخر هو ما بياكلش سلمون مثلا وانا مكلفاها تكلفه رهيبه وهو ما بياكلش. يبقى مش لازم في جزئيه مش لازم ان انا احط كل اصناف الاكل في اول يوم في رمضان على الترابيزه. وحلوه الحته دي يا رضوى ان انا اكلم الضيوف اللي جايين لي. طبعا. انت بتحب حبيبي ايه؟ ابني حتى اي حبيب تحب يعمل لك فراخ ولا بط؟ طب خلاص فراخ. حتى الام بتبقى عارفه وبيحب اني جزء في الفراخ، يعني الصدر ولا الرجلين ولا بالزبط. يعني فاهمه ازاي؟ فاللي هو ايه، فانا هبقى عامله له الجزئيه اللي هو بيحبها اللي بياكلها بالزبط. لان في ناس ممكن تسيب الفرخه كلها وتاكل حته صغيره. ده حقيقي. طيب يبقى مش لازم نحط كل الاكل وكل الاصناف على الترابيزه. مش لازم كميه الحلويات اللي بتتجاب بعد الفطار، ودي مهمه، بيبقى مليون صينيه، كذا صينيه كنافه وكذا صينيه بسبوسه وشويه جلاش وحاجات رهيبه وتنوعات رهيبه. مش لازم العزومه اللي انا اخلصها يبقى الاكل خلاص، يبقى ده ما ينفعناش ويترمى. على فكره ممكن حله الرز اللي انا عملتها، انا ممكن اشيل جزء من الرز في الفريزر، حطيه في كيس وشيليه في الفريزر، هينفعك الاسبوع الجاي في العزومه اللي بعدها. طيب. مش لازم نرمي الاكل. طيب. مش لازم. عايزه اقول كمان مش لازم نروح السوبر ماركت الكبير اللي صاحبتي جايه معايا نازلين خروج عشان نجيب حاجات رمضان. فالمول بلاها المول. ليه المول حبيبه قلبي ايمو؟ ليه المول؟ طبعا في منافس بيع اهي قدامكم، وده طبعا احنا بنحاول اهو في برنامجنا نوفر لكم كل المعلومات اللي تهمكم. دي منافذ البيع التابعه للدوله اللي اسعارها حنينه علينا، اسعارها مش خزعبليه جدا. المنتج بيكون جودته، وبعدين الجوده هي زي ما بتقول جودته في منتهى، في يعني قريبه جدا، او جايبين لكم احسن بالزبط. لحمه احسن بالزبط. فراخ احسن يميش من كل منافذ بقى ايه الاصليه زي ما انتم شايفين اهو. دي المنافذ اللي الدولة كمان يعني واقفة جنب الشعب، اللي هو مهدية الأسعار كده عشان ما يبقى في متناول الجميع، ما يبقاش في حاجة غالية أوفر مش عارفين نجيبها. والله عايزة أقولك إن ومعمولة كمان في كل الأماكن. انزلوا بصوا بس، يعني نعمل مجهود ونتعب أهو، يعني الدولة شغالة طاقة فوق طاقتها وجهد فوق جهدها عشان توفر أهو. بص كيس الرز ومعرفش اليميش بكام والفراخ بكام واللحمة بكام، يعني بلاها المول بالظبط. وبعدين كمان الميزه ان هي عربيات متنقله، يعني في كل مكان في كل منطقه سكنيه هتلاقوا العربيات دي موجوده. انتوا لو دخلتوا العربيات دي اصلا مش هتروحوا اي مول ولا هتروحوا تصرفوا، يعني اللي هتصرفوه هنا لو هتصرف هنا 1000 جنيه بره بقى في السوبر ماركت الكبير والمولات تصرف لك 5-6000 جنيه. عارفه اكبر مش لازم المفروض نحطها ايه؟ مش لازم نكسل. احنا بنكسل، احنا ممكن نتصل بالسوبر ماركت بالتليفون. دي حقيقة. فبنكسل ان احنا ننزل نبص ونشوف، مش عايزين نتعب نفسنا. التعب ده ليه مقابل، ان انت فلوسك بتتصرف اسرع وبتدين اكتر. لكن انا لو تعبت نفسي بس وبصيت على المنافذ البيع اللي الدوله عاملاها، هلاقي نفسي جبت زي ما انت قلتي حاجات اقل بجوده كويسه جدا. اهي منافذ بيع في كل مكان فيك يا مصر. يعني الله يا جماعه والله بشكر فريق العمل. يعني بصوا احنا معانا اهو كل الفيديوهات وكل منافذ البيع التابعه للدوله. عايزه اقول ان ساعات انا والله انا السنه اللي فاتت خدت قرارات كتيره هطبقها السنه دي حقيقي. والله يا جماعه تعالوا نطبقها السنه دي، تعالوا نبقى ناصحين بقى. خلاص الدنيا بقت غاليه قوي، خلينا نفكر بنصاحه. هي في مبدا دلوقتي بيسود العالم اسمه ثينك سمارت، يعني فكر بذكاء او استخدم مواردك بذكاء. على فكره 1000 جنيه اللي انا ممكن اصرفها عشان انا قاعده في البيت ومكسله اروح، فهتصل بالسوبر ماركت اشتري حاجتي كلها، فانا هدفع فرق 1000 جنيه من انا لو نزلت شويه الاسواق او المنافذ اللي الدوله عاملاها. في المقابل ال1000 جنيه دي انا ممكن اعمل بيها عزومه كامله. بالزبط. يعني انا هوفر ال1000 جنيه. بالزبط. انا مش بقول للشخص وفرها وما تصرفهاش. أيوه. اصرفها في المكان الصح.
هي دي مهمه قوي ان احنا ثينك سمارت او نفكر بذكاء. معنويا بقى ادخل ازاي بقى معنويات هاديه كده وهدي المشاكل في البيت؟ بصي اول حاجه معنويا انا لازم اقعد قبل دخله رمضان مع اسرتي اللي في البيت. مين بقى اللي عايش معايا في البيت؟ جوزي، ولادي، مامتي، حماتي، وسو ايفر مين اللي عايش معايا، انا لازم احط هدف واحنا داخلين رمضان. ايه الهدف بتاعنا؟ رمضان فرصه عظيمه يا ايمان ان احنا نغير العادات السيئه. من اكتر الشهور اللي تنفع نغير فيها عادات سيئه رمضان. ليه؟ لان هو بيساعدنا على التنظيم، لان هو الشهر الوحيد اللي فيه حاجه اسمها تايم مانجمنت. انت بتصحي في وقت معين، بتتسحري في وقت معين، بتفطري في وقت معين، كله بيتجمع في الحاجات دي. الدنيا كلها مقفوله. ففي فرصه ان انا ازود عاداتي الصحيه. فانا لازم اقعد كل واحد مع نفسه كده يقعد، هو ايه الحاجه، ايه النيه اللي حاططها في رمضان؟ هو عايز يغير ايه؟ عايز اغير العصبيه، عايز اغير يطبق ده في رمضان. وكمان كل واحد وهو بيفكر يغير عادة لازم يبقى عنده حاجتين، حاجة اسمها رقيب داخلي ورقيب خارجي. فرقيب داخلي اللي هو أنا عارفة إيه العادة اللي عندي وحشة، وأنا عارفة هي بتطلع إمتى. بس هطلب من أسرتي الكبيرة دي، هطلب شخص واحد بس يبقى عينه معايا، مركز معايا، إلفت نظري لو العادة دي ظهرت، إلفت نظري لو أنا مش واخد بالي. هو شخص واحد بس يركز معايا، اللي هو زي زمان بقى وقف مثلا بنتي تقول لي تا 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 مامي أنت داخلة على انفجار تا بالظبط. دي مهم جدا، ده هيساعد ان انا اتخلص من العادات السلبيه. كمان حاجه مهمه قوي، الناس اللي بتفتكر ان انا من حقي ان انا اغضب، اصل انا ما بشربش سجاير في رمضان، فانا لا استحملوني انا ما شربت السجاير، ما استحملوني ما شربتش النسكافيه بتاعي، استحملوني انا صايم وبتاع، انا صايم وبتاع، فمش طايق نفسي. فدي كلها على فكره هي ملهاش علاقه بالصوم، هي ليها علاقه بان انت قدرتك على التحكم في غضبك. فانت لو انت مش عارف تتحكم في غضبك، انت اللي عندك مشكله، ملهاش علاقه بالشهر، فلا تنسبها للشهر. فدي فرصه ان انت تعالج مشكله الغضب. وانت لازم كل شخص يبقى عارف ان مشاعره دي حقه، حس بالغضب، بالحزن، بالزعل، حس بكل حاجه، لكن طريقه تعبيرنا عن مشاعرنا دي اللي مش من حقنا. احنا محتاجين نعبر عن مشاعرنا بطريقه ايجابيه. ستوب، انا حاسس ان انا دلوقتي متضايق، انا حاسس ان انا زعلان، انا حصل معايا مشكله، انا حاسس ان انا جعان فمش قادر اركز، فسيبوني شويه اهدى كده وارجع لكم تاني. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه، محتاجين ان احنا نتفق على مواعيد معينه هنقعد فيها مثلا، غير طبعا الفطار والسحور. عاده الاسره بتتلم على مسلسل معين مثلا، تلاقيهم كلهم بيتابعوا مسلسل. يفضل ان احنا الفتره دي نبعد عن السوشيال ميديا. ليه يا ايمان؟ علشان السوشيال ميديا اكتر حاجه بتعمل مشاكل في رمضان. ان احنا حد بيدافع عن قضيه مسلسل معين متبنيها، حد تاني بيتخانق ومش عاجبه المسلسل ده، فبتلاقي بقى مشاكل وبلوك بيحصل. انت ازاي شايفه انه البطله دي عملت كذا 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 ده صح، وانا ازاي شايف ان ده حق؟ فبتبدا مشاكل وقضايا. لا انا شايفه ان السوشيال ميديا في رمضان ده انا هسيب جوزي بالتليفون براحته خالص، خلاص كله محجب بقى وكله متدين بقى، اقعد يا حبيبي على التليفون. ده بالعكس، اكتر وقت انا مطمنه ان هو قاعد على السوشيال ميديا. ده بالعكس، وبيصلي وربنا هديه كده. ده انا عايزاه يقعد معايا مش يقعد على السوشيال ميديا. ما انا قاعده. انت جيتي على دي. يعني هو طبعا اغلبيه الرجاله عندنا حبايب قلبنا طبعا بيبقوا صايمين بقى فعلا، ومبطل تدخين، وبيبقى متنرفز لكن العيب الاكتر بيجي على الست، اللي هو انا ازاي بقى استحمل اي حاجه جايلي من بعيد كده، اي مشكله كده، لو هو عصبي، لو هو كذا، هل اتغاضى خالص واسكت، ولا اجيب جوزي كده قبل رمضان واقول له خلينا نتعامل بقى بواحد اتنين تلاته؟ انت شايفه ايه؟ لا انا شايفه اللي انت قلتيه الحل التاني، ان انا هجيبه قبلها واقول له لو انت في حاجه مضايقك قول لي، بس ما تنفجرش. يعني دايما الراجل بينفجر امتى؟ لما بيكون محوش. والست احنا بنحوش، يعني بنفوت بنفوت بنفوت، بس احنا حقيقه الامر احنا مش بنفوت، احنا بنحوش جوانا. احنا ده احنا طيبين خالص واحنا بجد امين، لا بنشيل ولا بنحوش بجد امين، ولا بكتب عندي من قلبك. فاكر السنه اللي فاتت في المصيف لما واحده عدت قدامك على البحر؟ شفتي؟ بشكرك جدا يا رضوى، والله يعني انا بحب قعدتك جدا حبيبتي. ويعني حقيقي كل سنه وانت طيبه يا رب، ورمضان سعيد عليكي. ورمضان كريم عليكي يا قلبي. عايز اعرف ميزانيه بيت عندك هتعملي فيها ايه السنه دي؟ بشكر جدا ضيفتي المنوره الاستاذه رضوى، وان شاء الله يعني رضوى فتح استشاري الاسري والسلوكي، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية. أكيد. شكرا ليكي يا استاذه. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب ويا رب نتغير من كل سنه للاحسن. خلاص الستات، راعي شعور جوزك، راعي ميزانيته، راعي مرتبه، يجيب منين الراجل
خلاص بقى نهدى كده ونجيب الحاجات على قد اسبوع باسبوع، الحاجات اللي انا محتاجاها بس. وهو الراجل لما يلاقيكي خايفه عليه وقلبك عليه وعلى فلوسه هتلاقيه هو كمان هادي مش متعصب، لكن تيجي فجاه تاخدي المرتب كله الشهر كله فجاه ومش مكفيكي كمان. ده في ستات اللي هو انا جبت حاجه؟ وانت شفت اختي جابت ايه في البيت؟ شفت اخوك جايب ايه لمراته؟ يعني كمان تاخدي مرتبه كله وتستنزفيه كل الفلوس وكمان تحسسيه بعدم التقدير؟ لا يعني لا، شويه تقدير، حاسين ان انت قلبك عليه، حتى لو صرف شويه بشويه بشويه، مش لازم كله في اول يوم رمضان. خلينا كده نعمل ميزانيه، وزي ما اتكلمنا في البدايه ظرف، كل اسبوع هصرف ايه؟ هعمل ايه؟ ايه العزومات بالعقل؟ بالعقل، لان كمان المجاميع الكبيره قوي دي خلاص احنا في كورونا لسه برضو، فبالعقل مش كل 20 فرد ولا 30 فرد، كل مثلا اسبوع اعزم شويه من العيله. بالعقل مش بالعاطفه، اللي هو مش كل حاجه على الترابيزه وكل الناس لازم تقول اه دي جايبه كل حاجه، لا لا حرام، اكله بيترمي في الزباله تاني، حرام حرام، دي فلوسك وشقه وتعب جوزك، حرام والله. انا ست بقول لكم ده، فطول ما انت رحيمه بجوزك وبتقدريه والله هتلاقيه هو رحيم بيكي وبيطبطب عليكي وعايزه ايه يا حبيبتي. يعني بلاش انا انا انا، حاجات كتير بنسمعها في السوشيال ميديا وبعض البرامج اللي هو انت ويجيب وما يجيبش ليه انت. لا نهدى كده وندخل رمضان بروح حلوه وبنفس صافيه، وتلاقي جوزك كده هيبقى شايلك على راسه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه ويحكى لنا على شاشه القناه الاولى.